المرحلة الثانية الذي اتسمت به معركة تعز. استطعنا في هذه المرحلة أن ننفذ معركة دفاعية وبنفس الوقت معركة هجومية، وذلك باستخدام الهجمات المضادة عندما تحين الفرصة لتوجيه ضربات موجعة في العدو. تمكنا من خلال هذه المرحلة من تحقيق تقدم كبير وإحراز نصر ومكاسب كبيرة على الأرض. هذه الاستراتيجية ظلت خلال 2016، ونحن ننفذ استراتيجية الدفاعية الهجومية التي تمكننا من خلالها من حصد مكاسب عسكرية كبيرة. المرحلة الثالثة التي أخذت طابع المعركة في تعز وهي استراتيجية هجومية مع امتلاك زمام المبادرة. هذه الاستراتيجية تتخذ في العلم العسكري عندما تكون قواتنا تفوق قوات العدو، نستطيع من خلالها توجيه ضربات موجعة. هذه الاستراتيجية نفذت من بداية 2017 وحتى اليوم، وهي التي أجبرنا فيها. أصبح قرار المعركة بأيدينا وأصبح زمام المبادرة بأيدينا، الذي أدى إلى اتخاذ العدو استراتيجية جديدة، وهي تحول إلى وضع الدفاع وظل يدافع عن مواقعه وأحجم عن تنفيذ المعارك الهجومية إلا الهجومية التي يعتبرها عبارة عن تهور وحالة انتحار. أصبح في عام 2017 طيلة هذا العام ونحن نمتلك زمام المبادرة، وغير العدو من استراتيجيته وقواعد الاشتباك على الأرض، حيث تحول إلى استخدام السلاح الثقيل وتحول إلى زرع الألغام بشكل كثير أمام خطوط المواجهة وأمام دفاعاته، حتى يمنع من تقدم قواتنا لإحراز تقدم وسيطرة على مواقع جديدة. استخدم القناصة بشكل كثيف. العدو تحول في يعني استخدامه إلى قواعد اشتباك جديدة، حيث استخدم القناصة ونشرها على طول المواجهة. هو يمتلك تفوق في جانب القناصة، يمتلك أسلحة قناصة مداها بعيد، استطاع من خلالها يستخدم استنزاف في عمليات القتالية وقنص أفرادنا وهم يتحركون في الخطوط الأمامية. هذه الاستراتيجية هي استراتيجية الضعيف. اليوم أصبح الجيش الوطني أكثر كفاءة، أكثر قدرة، وأصبح يمتلك زمام المبادرة، يختار الزمان والوقت المناسب لساعة الصفر. هذه المراحل الثلاث هي مراحل اتسمت بها طبيعة المعركة في تعز. ننتقل إلى المحور الثاني. المحور الثاني هي أسباب تأخر الحسم في تعز. هناك أسباب عديدة وكثيرة ومتعددة، وسنذكر هنا على سبيل المثال للحصر. هناك عدد من الأسباب، وأولها نظراً للأهمية الاستراتيجية والجيوسياسية لتعز التي تم ذكرها في المحور السابق. هذه الأهمية وهذه الخصوصية التي اتسمت بها محافظة تعز أدت إلى أن الميليشيات الإنقلابية ركزت على معركة تعز، فحشدت أكبر إمكانيات لها مادية وعسكرية وبشرية، ودفعتها إلى المواجهة في تعز. حولت الثقل العسكري في المعركة في كل اليمن إلى تعز، لأنها تدرك أن حصر المعركة في تعز معناها حصر المعركة في كل اليمن. من يحكم تعز يحكم اليمن. هذه حقيقة أدركها الحوثيين عبر التاريخ الطويل لليمن، ولذلك ركزوا بشكل كبير على معركة تعز، فدفعوا أغلب إمكانياتهم العسكرية والبشرية حتى لا يخسروا معركة تعز، لتبقى تعز مسمار جرحى في اليمن، يظلوا تطيل أعمارهم. اليوم الذي يتأخر فيه
في تحرير تعز هو يوم يضاف إلى عمر الميليشيات في اليمن، هذه حقيقة. لذلك الأهمية الاستراتيجية والجيوسياسية للتعز أدت إلى أن الميليشيات الإنقلابية ركزت على معركتها بتعز، فكثفت من وجودها وقواها وإمكانيتها حتى تبقى المعركة أطول فترة في تعز، وتبقى محتفظة على ويعني متمسكة ببقائها وتواجدها في اليمن بشكل عام. اثنين، اتخاذ التحالف العربي استراتيجية الإرهاق والاستنزاف وإراقة الدم، هذه استراتيجية في النظام الدولي، في النظام الدولي والاستراتيجية العسكرية الدولية، وهي الإرهاق والاستنزاف وإراقة الدم. هذه الاستراتيجية اتخذها التحالف في تعز، وكان أحد الأسباب الغير مباشرة في تأخر المعركة في تعز، لأن وجد أن الميليشيات الحوثية دفعت بثقلها العسكري وبمقاتلها النوعيين إلى تعز، فاتخذ التحالف استراتيجية مضادة وهي استراتيجية الاستنزاف. لذلك بقت تعز تأخرت عن الحسم، وبقى المعركة طويلة حتى يتم استنزاف أكبر كمية من قوى العدو في تعز. ثلاثة، دخول العامل الدولي وحساباته في اليمن، وخاصة حساباته في تعز، كان له النصيب الأوفر من تأخير معركة تعز. كيف؟ هناك تصور خاطئ عن تعز نتيجة لأسباب ما، وهو في اعتقادهم أن القوة الفاعلة في تعز خارجة عن السيطرة الدولية، ولذلك أوجدوا أن الإسراع في تحرير تعز معناه السيطرة على باب المندب، والقوة الفاعلة التي ستسيطر على باب المندب أنها خارجة عن السيطرة، يعني المصالح الدولية مهددة. لذلك كان في ضغوط دولية أن تبقى تعز متأخرة حتى يتم تجهيز قوى أكثر مرونة وأكثر تناغم مع المصالح الدولية. السبب الرابع، شح الإمكانيات وعدم توائمها ومواكبتها للتغير في مسرح العمليات. في معركة تعز هناك تغير جذري في عملية المعركة. نحن منذ 3 سنوات ونحن 30 شهرا ونحن نقاتل في مناطق سكنية يعني مزدحمة. هناك معركة حرب المدن، لكن نحن اليوم وصلنا على مشارف يعني خارج المدينة، فالمعركة تحولت ومسرح العملية تحول إلى الأرض المفتوحة والواسعة، ولذلك معركة الأرض المفتوحة تحتاج إلى إمكانيات مختلفة. حرب المدن هي حرب العصابات، أسلحتها أسلحة خفيفة ومتوسطة، ولذلك استطعنا أن نكتسب قدرات عالية في حرب المدن، وكانت الأسلحة التي لدينا تكفي معركتنا. اليوم ونحن على مشارف تحول جديد في طبيعة المعركة والانتقال من حرب المدن إلى حرب الأرض المفتوحة، أصبح لزاماً أن نمتلك إمكانيات مختلفة. سرعة الحسم كان أحد أسباب التأخير، هو الإرباك الأمني في عمق المربعات الأمنية الذي أوجد للعدو ورقة مجانية يلعب بها في عمق المقاومة، والذي أدى إلى إشغال القيادات العسكرية والأمنية لترتيب الوضع الأمني وعدم توجيه الإمكانيات في اتجاه الحسم. فنقول كل ما تأخر عودة المؤسسات والسيطرة على المربعات الأمنية كل ما أثر تأثيراً بالغاً في الإسراع في عملية الحسم. ولذلك جميع أبناء تعز هم مسؤولين مسؤولية مباشرة على الضغط وعودة المؤسسات والسيطرة على المربعات المحررة حتى يتحرك الجيش الوطني في اتجاه استكمال التحرير، وهو آمن على ظهره
يعني مؤمن في تحركه إلى الأمام. متطلبات الحسم، ما هي متطلبات الحسم؟ هذا المحور الثالث ندوتنا لورقتنا متطلبات الحسم. واحد، قرار وإرادة سياسية وعسكرية. لا بد من توفر إرادة ورغبة. الإرادة القرار السياسي والقرار العسكري، والرغبة رغبة المنفذين على الأرض في التحرك وتنفيذ معركة التحرير. اثنين، إمكانيات تلبي احتياجات المعركة. ثلاثة، إسناد ومعاونة جوية دقيقة تلازم الأعمال القتالية على الأرض، لأن العدو يمتلك أسلحة مداها بعيد، ونحن إلى اليوم لا نمتلك أسلحة تصل إلى أسلحة العدو. لذلك لازم أن يكون هناك معاونة جوية تلازم المعركة، تتعامل مع الأسلحة الثقيلة التي تستهدف وتعرقل تحرك قواتنا. اصطفاف عسكري وسياسي وشعبي خلف الحسم العسكري دون تراجع. المتطلب الأخير، عودة قوية لمؤسسات الدولة وبسط سيطرة قوية على ما تم تحريره من قبل الجيش الوطني. هذه هي متطلباتنا لتنفيذ المعركة. أيضاً نريد التفاف شعبي وجماهيري صادق ولإسناد ودعم عمليات التحرير. نخاف أن يسبقنا الآخرين فتحول الميليشيات كل إمكانيتها إلى معركة تعز، فتعرقل تحركتنا بسهولة ويسر وترتفع التكلفة. لذلك نحن نريد الإسراع في عملية اتخاذ قرار التحرير، ونتحرك جميعا نحو إنهاء هذه المهمة. وشكرا. تأتي هذه الندوة الغرض منها حشد كل الطاقات والإمكانيات وتوحيد الجهود ليقف الجميع على مسافة واحدة، سواء السلطة الشرعية ممثلة بالسلطة المحلية بجميع إداراتها ومؤسسات الجيش والأمن، لرسم مساراً واضحاً وقوياً ومسؤولاً في توجيه البوصلة نحو تحرير تعز كاملاً من خلال الإسهام الفعال والمسؤول كلاً في مجال تخصصه وبحسب المهامات المؤسسية الموكلة إليهم. إنه من خلال الملاحظ فترة 3 أعوام تمضي أمام أعين أبناء مدينة تعز، وهذه المدينة تعيش وضعاً إنسانياً متردياً بسبب الحرب والحصار المفروض عليها. تعرض جراء ذلك سكان مدينة تعز وعدد 20 من مديرياتها المجاورة لها والتابعة، تعرضت للجرائم والانتهاكات نتج عنها أضراراً مادية ومعنوية وخسائر بشرية. تنوعت تلك الجرائم والانتهاكات بين قتل وإصابات، بينهم نساء وأطفال، بسبب الهجمات العشوائية بقذائف الهون والهاوزر والصواريخ الكاتيوشا والأسلحة المختلفة، وكذلك استخدام القنص المباشر وزرع الألغام في الأماكن العامة وفي الطرقات وجبال القرى وفي الوديان وأماكن مرور المواطنين والمركبات، وكذلك ما تعرضت له المنازل والمنشآت والأسواق الشعبية، استهداف الأعيان المدنية والسكنية والمؤسسات العامة والخاصة بما فيها المستشفيات والمدارس والمواقع الأثرية والتاريخية ودور العبادة ومنازل المواطنين وممتلكاتهم، وكذلك ما تعرض له المواطنين من حالات تعذيب والمعاملة القاسية في سجون جماعة الحوثي الإنقلابية بسبب حملات الاختطافات الواسعة التي شنتها هذه الجماعة في مداخل القرى والمدينة ومداهمة العديد من المنازل، والكثير من الانتهاكات المتنوعة والمختلفة التي تعرض لها أبناء تعز خاصة وأبناء الشعب اليمني عامة. ومن هذه الجرائم كذلك الحصار والسيطرة على منافذ هذه المدينة الرئيسية، مما أدى إلى أضرار مادية تطال المواطنين الساكنين داخل المدينة في الجانب الإنساني والجانب الصحي والجانب الاقتصادي، في حالة عدم تحرير أو اتخاذ الخطوة الجادة في إنقاذ أبناء تعز من هذه الجرائم التي تطالهم يوماً بعد يوم وبشكل يومي. أهم ما تطرقنا إليه
هو دور الأحزاب السياسية في مقاومة تعز، ودور الأحزاب السياسية أيضا في رفض المقاومة بكثير من الإمكانيات المساعدة لعملية التحرير. الشيء الآخر، دور التحالف السياسي في محافظة تعز في رفض المقاومة أيضا في عملية التحرير. الشيء الثالث، في إطار الجيش الوطني نحن تحدثنا على أساس أنه هنالك تكامل سياسي ما بين المقاومة وما بين الجيش الوطني وما بين الأحزاب السياسية. الأحزاب السياسية هي تكون داعمة بشكل كبير للجيش الوطني على أساس أن تقوم بمسألة عملية التحرير. هنالك نقطة مهمة التي هي فيما يخص المكاتب التنفيذية الذي حصل فيها نوع من الازدواج، وهذه المكاتب نحن نلاحظ بأنه صدر هنالك بعض القرارات الغير شرعية من بعض الوكلاء. هذه المكاتب اتسمت في المكاتب الإرادية، وهذه ظاهرة خطيرة. لماذا لم تكن في مكاتب أخرى؟ لأنها ركزت على المكاتب الإرادية باعتبار أنه فيها نوع، على أساس أن يعني يعثى فيها فساد، وعلى أساس أن يكون فيها نوع من المصلحة الشخصية.